أنا النهاردة في غاية السعادة والسعادة الغامرة، يعني إن يبقى في حاجة كبيرة زي كده موجودة أو صالون جميل. الحقيقة طبعا إحنا في غاية السعادة اليوم، وبنتمنى للأستاذ الدكتور محمد سعد الدين أكتر وأكتر. الحقيقة رجل يعني متطوع، وبجهده الخاص وبرجالته عامل هذا الصالون، بنشكره على هذا، وبنقول ان احنا عايزين مزيد اكتر من كده، ومحتاجين اكتر، يبقى فيه صالونات كتيرة جدا حتى نسترجع فيها الجهد بتاعنا والتاريخ بتاعنا الجميل اللي الناس نسيته دلوقتي، اللي بيرقى بالكلمة وبيرقى باللحن وبيرقى بالاداء وكل حاجة. انا بشكر الدكتور محمد سعد الدين شكر جزيل، وبتمنى له السعادة وبتمنى له الصحة والعافية واستمرار مدة أطول وتوسع أكثر لهذا الصالون. احمد عفيفي صحفي، ويعني لي الشرف ان انا يعني بيعتبروني يعني الصحفي المعبر وبصدق عن صالون المنارة. انا اعرف الصالون ده تقريبا من سنة، والحقيقة يعني لما جيته بالصدفة البحتة، فانا كنت متخيل ان المسألة ناس هواة وكل واحد نفسه يغني ويقول اي حاجة، انما جيت هنا فوجئت بامانة ان فعلا الصالون ده يعني يعتبر منبع الفن والأصالة والجمال كله. عرفنا من خلاله أصوات في منتهى الإبداع والروعة. كفاية أقول إن مثلا الطفلة بسملة كانت هي بداية الانطلاقة ليها من هنا، وطبعا بعد كده شقت طريقها وشفناها في جميع البرامج التلفزيونية. ومن هنا بحيي طبعا الدكتور محمد سعد الدين، لأنه هو الحقيقة اللي تبنى هذه الموهبة ووقف وراها وفي ظهرها، ان شاء الله لحد ما نشوفها نجمة من نجمات الطرب العربي. وتحية كبيرة جدا للدكتور محمد سعد، لانه فعلا رغم انه مشاغله كبيرة كرجل اعمال كبير جدا، الا انه عشقه للفن يعني لا يضاهيه فيه احد. انا سعيد جدا ان انا اعضاء الصالون سوري، ومن ضمن الناس اللي بتشرف ان كل حفلة بكتب عنها، وبتلقى فعلا استحسان كبير جدا. عايز ترسان وتزود حرماني، عايز ترسان وتزود حرماني، طلق انسى وانا حنس، طب انسى انا حنس، طب انسى وانا حنس، انا مش هرجع لك تاني، انا مش هرجع لك تاني. Oh,
صالون منارة أنا الحقيقة معاهم من 2011 من أول ما ابتدى في مكان تاني خالص غير ده. الوقت فعلا الصالون تطور، هو كان من بدايته هو قوي، من بدايته هو بيجمع العديد من الضيوف الأهم في مصر، المهتمين بالثقافة، المهتمين بالفن العربي الأصيل. حاليا في تغيير جميل جدا وقوي في هذه الفترة، شارك فيها الفنانين العرب من مختلف البلدان، أصبح الموضوع منظم بشكل جميل جدا. المكان المختار حاليا هو أفضل مكان موجود، الإدارة اللي بتديره كمان بتساعدنا على التمتع بهذا. احنا بنحيي الدكتور محمد سعد الدين على تبنيه لهذه الفكرة الجميلة وعلى امتعنا بكل هذا الفن الأصيل طوال تلك السنوات التسعة، وإن شاء الله نحتفل بالعيد العشرين لصالون المنارة إن شاء الله. حسين مصطفى من الرواد الأوائل لصالون المنارة اللي أسسه الدكتور محمد سعد الدين، واللي ما بخلش بحاجة عليه، سواء من الفنانين أو من السادة الموسيقيين أو من المطربين أو تنمية المواهب الشابة أو اللقاءات اللي دايما الفكرية والثقافية اللي بيعملها الدكتور محمد سعد. الواحد حقيقة بينتمي للحفل الجميل دوت والشخصيات الراقية اللي موجودة في الصالون دوت، ومنتدى ثقافي على أعلى مستوى. نتمنى أن يديم هذا الموضوع، ونتمنى أنه يعني يعلو ويعلو في أفاق الفن المصري. حسين، وانا الحقيقه بالنسبه لي الصالون ده حاجه مهمه جدا جدا وبستمتع فيه، وربنا يبارك في المؤسس بتاعه الدكتور محمد سعد، خالص احترامي وتحياتي. Thank you.
المحامي، ويشرفني ان انا ضيف عند الصالون المنارة للدكتور محمد سعد الدين مؤسسه، والراجل العظيم الخير اللي هو بيسري الطرب المصري بالتاريخ الجميل. والحقيقة انا بسعد جدا لما بحضر الصالون بتاعه، وبستمتع بالصحبة الطيبة والرفقة الجميلة والأغاني المتميزة والطرب الجميل والأداء الطيب جدا لكل الموسيقيين الموجودين، وألف شكر له على إقامته هذا الصرح الثقافي العلمي الجميل. من رائعة، وأنا سعيدة أن أنا حضرته ودايما بحضره، وإن شاء الله مكان الجميل وهذا المركز الثقافي الجميل. وإحنا بنشكر الدكتور محمد سعد الدين إبراهيم على الحقيقة هذا المنتدى الجميل اللي بيذكرنا بالأيام الحلوة والفن الجميل اللي كلنا بنشتاق إليه الحقيقة في هذا الظروف الحاضرة ومستوى الأغنية الحالية. ف
فإحنا الحقيقة بنشكر سيادته على اهتمامه بأغاني الزمن الجميل والألحان الجميلة، وأيضا اهتمامه بالنشأ من المطربين أو المطربات الجدد، ويعني بنشكر حضرته على هذا المجهود الطيب، ودايما موفق إن شاء الله، ودايما نحضر له هذا المنتدى الجميل. عميد صالون الديب الثقافي. الحقيقة يعني صالون المنارة من الصالونات الرائدة، بيحضروا من كل أنحاء الوطن العربي. المؤسس لي راجل عظيم جدا ومثقف، الدكتور محمد سعد الدين. احنا كلنا طبعا بنحبه وبنحب نحضر هذا الصالون، لأنه في كل مرة بيبقى فيه تجديد، وفي مجموعات من الفنانين من كل أنحاء الوطن العربي. إحنا يعني الحقيقة بنسعد بوجودنا في هذا الصالون، لأنه من الصالونات اللي هي بتقدم فن وبتقدم ثقافة وبتقدم كل مجهول التوبة يا أبويا. We'll be right back.
كردي شاعر وأستاذ دكتور. دي للمرة الثانية بحضر صالون المنارة، وأنا كنت هكتب لما أخرج النهاردة أكتب عن صالون المنارة. الحقيقة يعني كل الشكر والتقدير للقائمين على هذا الصالون. ده الفن الحقيقي، مصر الحقيقية بفنها وب يعني قوة مصر اللي هي كانت منتشرة في كل أنحاء العالم العربي والشرق الأوسط. الحقيقة يعني الواحد بيخرج يعني في وسط اللي احنا عايشينه ده كله، بيجي يغسل همومه هنا ويجدد وجدانه هنا ويجدد أماله هنا. والحقيقة يعني دي مصر الحقيقية، وأنا سعيد جدا أن أنا موجود للمرة الثانية في صالون المنارة، وبشكر الأستاذ مصطفى مطلوب وطبعا الدكتور محمد سعد الدين إبراهيم. ويعني إن شاء الله بإذن الله ربنا يديم علينا هذا العطاء في صالون المنارة. باجي الصالون هنا من فترة طويلة، وأنا شايف إنها حاجة ممتازة جدا إن احنا نرجع فعلا زمن الفن الجميل والحاجات اللي احنا مفتقدينها. العازفين على مستوى راقي جدا. أحب أشكر كل القائمين على الصالون وأشكرهم دايما على الدعاوي اللي بتجينا نحضر الصالون دوت. ومرة تانية بشكركم، وحاجة جميلة جدا.